نورنا في الاول. ربنا يخليكي. مبروك عشان تتجوزني. كنت عايزاكي تكلميني عن الفيلم والاحداث بتاعته. بصي هو انا طبعا المخرج واقف هناك هيضربني لو قلت ماشي، فانا هقول لك حاجات صغيره. ماشي. هي فله، عامله دور فله، هي يعني بنت بتحاول تعمل اي حاجه عشان تتجوز، هتلبس لبس غريب، هي شايفه ان هي كده ستايل، ان هي كده فاشينيستا، فاهمه ازاي؟ عشان تتجوز وبتكراش على اي حد، بس المهم في الاخر الحمد لله بتحقق طموحها والتارجت بتاعها ان هي بتتجوز، مش هقول بقى مين مفاجاه. بس هو الفيلم كوميدي لطيف قوي، فكرته جديده، ودي الحاجه اللي خلتني بصراحه ان انا يعني اتشجع ان انا اعمل الفيلم ده. وطبعا استاذ عصام يعني تمسكه بيا كان في الاول ده بالنسبه لي، لا انا اجي لك اعمل لك اي حاجه يا استاذ والله. بس طيب وبالنسبه للكواليس بقى اتعامله ازاي؟ كلكم مثلا شباب مع بعض، فالروح بقى كانت عامله ازاي؟ انا كنت مجنناهم والله العظيم، كنت مثلا اخش ابص الميام عارفه انت ازاي كده، اللي هو ايه الكابل ده، اما ازاي يقولوا بيغيروا مننا يا اسلام. اسلام كابل في الفيلم. ما تقوليش بقى. لا يعني. طيب وكنتي شايفه بقى يعني التعامل بقى مع ميان وامير ومشاركه اول مره معاهم صح؟ كانت عامله زي واسلام طبعا تقريبا. لا دي ثاني مره. اسلام كان ده ثاني تعامل. اه ثاني هوا. كانت الروح بقى بينكم عامله ازاي؟ لا حلوه جدا، اما مبدئيا احنا كلنا شباب مع بعض، والمخرج جميل واسلام تاني تعامل، فيعني الدنيا كلها حلوه قوي. استاذ بيمي فؤاد واستاذه صابرين، يعني الدنيا استاذه صابرين جميله وعسل، تاني تعامل برده معاها بعد اعمل ايه؟ فبصراحه كنا بنروح ونيجي مع بعض، يعني نخلص هنا نروح هنا كده يعني. طيب اسم هاشتاج جوزني، يعني شايفه الاسم بيصير جدل شويه، غريب بالنسبه للناس شويه. جديد. جديد ويعني مناسب مع الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، عصر السوشيال ميديا والتكنولوجيا، فهو مناسب جدا. طيب لو هنروح بقى لاعمل ايه؟ والنجاح الكبير طبعا اللي محققه والترند بتاع السوشيال ميديا شايفها ازاي؟ والله بصي هي الكاركتر عامه انا عملته مبدئيا هو استاذ خالد الصاوي، فيعني ان انا اطلع اخته فده كان بالنسبه لي لا انا عايزه امثل مع استاذ خالد الصاوي، الدور حلو جدا بالنسبه لي وجديد بالنسبه لي، ده كان تحدي ان انا اعمل دور واحده فلاحه واتكلم اصلا فلاح، انا ما بعرفش اتكلم فلاح وانا ما بتكسفش وبقول انا بتعلم وتعلمت وجبت ناس من الفيوم علشان اعرف اللغه، وكانوا بقى يسجلوا لي الفويسات علشان خاطر اعرف اللغه ايه بالظبط والكلام ده كله. هو كان تيمة جديدة علي يعني ما عملتهاش، يعني عشان كده هتلاقي مثلا يعني الناس بتقول ان انا بقلد عبلة كامل، بس هي الموضوع مش موضوع تقليد خالص، هو الموضوع ان التيمة بتاعت الدور نفسها هي كانت نفس التيمة اللي كانت بتعملها الاستاذ عبلة كامل، فاحنا بقالنا كتير قوي محدش عمل التيمة دي، فاول ما حد هيجي يعني يخش في الحتة دي او في الخانة دي او في يعمل نفس ستايل الدور وتيمة الدور، فهيفتكروا ويجي لهم نوستالجيا ان هي دي الاستاذ عبلة كامل كانت بتعمل الكلام ده. طبعا ده استشرف ليا يعني ما جيش في ربعها، وبعد كده انا مش بالغباء يعني ان انا فاهمه ازاي اعمل حاجه اقلد بيها حد، او يعني لا طبعا حاجه مش في صالحي يعني مقارنه مش في صالحي طبعا يعني، بس في نفس الوقت الجدل مفيد ليا وشرف ليا اصلا يعني يتذكر اسمي يعني جنبها طبعا يعني. طيب شايفه ايه يعني ايه سر حب الناس لمسلسل اعمل ايه الفتره دي؟ اجتماعي واسري قوي، فبالتالي اي حاجه بتمس الاسره او منهم فدي طبعا بيتفرجوا على الحياه اليوميه بتاعت اسره، فبيبقوا حاسين ان هم منهم وهم يعني قريبين من بعضيهم يعني. طيب وهم من ساعه ما طلعت مع استاذ خالد جلال طبعا وهي كوميديا، وبعد كده مع استاذ خالد النبوي برضه كوميديا، ودلوقتي بس كل كوميديا مختلفه عن اللي قبلها، ممكن تشوفي في حاجه ثانيه ولا انت بتختاري اعمالك بناء على ايه؟ لا هتشوفيني في حاجه ثانيه ان شاء الله، انا بقصد ان انا اشتغل حاجات مختلفه ومتنوعه، ان انا لسه في الاول، فانا حابه يعني ان انا ما احصرش نفسي في حته معينه، ببقى عاوز اعمل يعني نوعيات كتير وانماط كتير من الشخصيات ومن الكوميديا، وبحاول ان انا ما اعملش كوميدي بس، يعني حتى لو في كوميدي في الدور بيبقى فيه جانب انساني، فعلشان بس يعني اطلع واظهر كل الحاجات اللي عندي، وانا دلوقتي كمان مش في مرحله اختيار يعني، انا لا طبعا انا في مرحله انتشار مش اختيار، انا صادقه مع نفسي جدا، الاختيار ده الواحد لما يبقى نجم بعد كده بيختار اعمله، لكن دلوقتي بتختاري يعني مش عايزه اقول لك ما بتختاريش، بس يعني مش اللي هو انا نفسي اعمل دور كذا هاتولي دور كذا، لا يعني مش في المرحله دي، انا في مرحله انتشار بس، الحاجه الورق اللي قدامي كويس والحلو طبعا بعمله. بس ما شاء الله ايهام يعني ما شاء الله السقف هيقع عليا.
عندك ما شاء الله بجد قبول مع الناس وتعرفتي بسرعه ودخل يعني دخلتي البوم. شايفه ده سر الدور الكاريزما؟ والله يعني في حاجه بتتقال من حب رب وحب في عبده، وانا بحب الناس يعني عامه اجتماعيه وعشريه جدا 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 ومع الشعب. يعني ممكن تلاقيني كمان شويه قاعده كده على في كشك بشرب شاي وقهوه مع الناس، فانا اجتماعيه يعني وعشريه جدا وبحب الناس. فما اعرفش يمكن عشان انا بحب الناس مش عارفه. طيب والفتره الجايه هتركزي بقى على سينما اكتر ولا تلفزيون اكتر؟ ما انا قلت لك بقى انا مش في المرحله دي. يعني احنا في مرحله الحاجه كويسه بتيجي بنعملها، لكن بقى قصه ان انا اختار لا انا مش هكذب عليكي ولك اصلا انا بختار وبعمل وكده، لا انا مش في الحته دي خالص. نورتينا. انا ميرسي جدا، شكرا لينكي جدا، شكرا.